قافلة الهدى الدعوية. الكبر لو يصلي وجنب عامل نظافة قام يتوخر عنه، والله الذي لا إله غيره قد يحرمك الله طول حياتك من لذة القرآن بحركة مثل هذه. نذكر هذا في القرآن يا جماعة، قد يحرمك الله سبحانه وتعالى أنك تنظر لفلان تقدم عليك وجلس في صدر المجلس ثم تقول يجلس وأنا موجود. واضح يا جماعة؟ قد تحرم لذة القرآن كلها. إيه وربي تحرم لذة القرآن إذا افتخرت بنسبك، قلت أنا ويو هذا وش جاب ذل. قد يختم الله على قلبك. في آية يا جماعة تقول عن هذا الكلام؟ بعضنا يستغرب يقول والله أنا كويس يعني منضبط وأجاهد وأحب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن عجزت تلقى طعم القرآن. فتش في نفسك هل هذا الكبر موجود؟ أحياناً ترى يا جماعة الكبر ما تتكلم فيه، أحياناً من الناس من هو مسكين يتصدر المجالس ثم يسلم على فلان ويحس في نفسه ما أحب راسي ما سلم عليه بكرامة. من أنت؟ والله مسكين لولا فضل الله عليك ورحمته ما زكوت. يا جماعة من هو أعظم خلق الله على أرض الله؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول الله عز وجل له أنك ما اهتديت بنفسك ولا ثبت بنفسك ولا نلت ما نلت بنفسك، والله ما هو إلا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. ثم قال بعدها وعلمك ما لم تكن تعلم. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع، أنه يعلم أني أمام الغني لازم أتواضع، أمام الغني لازم أفتقر، وأمام العزيز لازم أنذل. الله عز وجل لما ذكر عيسى وأطروا عليه عليه السلام قال جل في علاه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. سبحان من أنعم، اللهم أنعم علينا. عشان كذا ندعو لنا في الفاتحة في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. ما في أحد من خلق الله له فضل على الله فتتكبر على ماذا؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، وله بالحالة بدون فضل الله ما هو بشيء عليه الصلاة والسلام. كل الناس ابن باز عليه رحمة الله، ابن باز عليه رحمة الله يقول الله لكل خلق الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيش كان بيكون؟ ما زكى منكم من أحد. لكن تفكر تقول لا بس يمكن فلان قال أبدا، لا تقعد خلاص أبدا. من الذي قال أني إذا تكبرت يحرمني الله القرآن؟ والله العظيم يا جماعة يزيغ قلبك، أسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد أهدانا. يعني لو بيطلع الله الزين والشين مع بعض كلها، والله العظيم والله أن أطر واحد منكم يسمع لي ما يسمع لي. لكن فضل الله ورحمته ستر القبيح وأظهر الجميل. أسأل الله أن يستر ما علم وأن يغفر ما ستر. والله لولا فضل الله لو كشفنا كذا بزيننا وشيننا، بزيننا وربع شيننا، بزيننا وموقف واحد من الشين، موقف واحد كفيل أن يهلكك أمام الخلق تناقلونها الناس بالإنترنت تضيع. لكن هو ستر الله الستير جل جلاله، اللهم كما سترت فاغفر ما سترت. ما الدليل أني إذا تكبرت سيحرمني الله عز وجل؟ يقول ربي جل في علاه سأصرف عن آياتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية
لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. سبحان الله. لا تتكبر حبيبي الغالي فتخسر أعظم لذة في الأرض، أعظم نعمة في الأرض هي هذا القرآن. الله جل في علاه ما أمرنا والله أن نفرح بشيء في الدنيا أبدا، بل الله عز وجل يذكر الفرح فيذمه، إلا موقف واحد ذكر الله سبحانه وتعالى لمن؟ للشهداء اللي ماتوا قال فرحين، لكن أن يأمر الله أحد أن يفرح يقول له افرح ما فيه إلا في آية واحدة أو موقف واحد اللي هو أن يفتح الله قلبك وأن تقرأ ثم تصل الآية هذه لقلبك ثم تفهمها ثم تتغلغل في قلبك يقول أنت الآن افرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من كم؟ من كم موقف في حياتي؟ هو خير مما يجمعون. جمع الدول كلهم رؤساء الدول في مجلس واحد وكل واحد يعرض ما جمع، خذت هذه الكرة الأرضية كلها، أقسم بالله الموقف الذي أنت فيه يستحق الفرح أحسن من اللي جمعوه في حياتهم كلها. ولا يا جماعة يشعر بهذا إلا من أراد الله به خيرا، وأسأل الله أن يريدنا بنا خيرا ويفتح علينا كتاب، يفتح قلوبنا لدبر كتابه. قافلة الهدى الدعوية.